كانت نجم تعطينا رايك في موضوع السبوره والعود اللي قدم بها رئيس البلديه. السبوره احنا ما احناش فاهمين السبوره هذه وقتاش باش تصير. جابس استاد جابس بالسبوره لا طوال قاعدين جماعه البلديه نتاعهم يحضرون في السبوره، احنا وقتاش مانيش فاهم. اهو مره شهر او شهرين او الاعتمادات هاي وزاره هاي اللغه تي ما هو يا باش تعملوا يا مش باش تعملوا هكا ولا الصحيح اعطيونا الصحيح كو يا باش تعملوا قولوا ممكن مش باش تعملوا قولوا ما تخليوش الناس تستنى السبوره والناس تبدا تتمنى تو باش تصير سبوره باش تصير سبوره وكذا. مش نروحوا احنا صفاقس مليون مليون ساكن ولا قضاء باش نروحوا في السبوره مش معقول فضيحه. قلت كنت كان في بالك وعد السيد رئيس النيابه الخصوصيه مبروك صمتيني قال ان شاء الله في ظرف معناتها جمعتين يكون كل شيء موجود. الوعد اللي اعطاه السيد رئيس البلديه مازالوا فيه نهارين، انت نهارين هذوما ينتهوا نهار الاحد، شنو تكون زعما رده الفعل والا شنو تكون الاجابه؟ ان شاء الله يكونوا في النهارين هذوما تصير السبوره ان شاء الله كلامه يطلع صحيح، فاذا كلامه ما يطلعش صحيح زاد حتى الجمهور مش باش يسكت. الجمهور يحب يتحرك ويحب يرى الاستاد نتاعو فيه سبوره نعمه. يحبنا كيما ركبوا لي بانولاد وصارت برشا حكايات ماذا بينا زاد تكمل السبوره. لكن لي بانو عملتهم سوسيوس معناتها اللي مدعمه من الحب نادي رياضه صفاقس والسبوره باش تكون من دعم الدوله معناها ماهيش تفرق الفرضيه هونيا. لا تفرق احنا نحكيو على الصوره الجديده نتاع الاستاد معناها الصوره الجديده كي في الحله نتاعو الجديده مادام ثم لي بانو وغازون بي وكذا ماذا بينا زاد السبوره. السوسيوس عملت لك لي بانولات زاد مش باش تجي تاخذ لك زاد السبوره. فضيحه معناها هنا وين البلديه؟ البلديه اش قاعده تعمل؟ مالا كل شيء احنا نقولوا يعملوا جماعه صفاقسيه وكو، البلديه تقعد تفرج تاخذ علينا في الفلوس. معناها البلديه لازمها تتحرك هنا، لازمها تعطي السبوره.